أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الأطهار الميامين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤمنون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المؤمنون أكانوا ذكورا أم إناثا؟ حياكم الله تعالى وبياكم، مستمرون معكم في هذا البرنامج الذي لطالما ركز عليه المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد بن مهدي الشيرازي طيب الله ثراهما. تزكية الأبدان. إن الله تعالى لما وهب الإنسان البدن والروح والمال والمواهب بأجمعها جعل لها زكاة. حديثنا في هذه الحلقة عن تزكية الأبدان. لا نقصد بتزكية الأبدان أن نذهب إلى الأعمال الرياضية وإلى الأعمال التي تجعل البدن في حالة قوية من الناحية البنيوية، مع أهمية ذلك، مع أهمية الرياضة. إنما الكلام عن تزكية الأبدان كما ورد في مدرسة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. تزكية الأبدان من الأسقام الروحية، كما أن الرياضة تزكي الأبدان من الأسقام العضوية. هل أن أهل البيت صلوات الله عليهم نظروا إلى هذا الأمر وعالجوه وقيموه وأعطونا العناوين لهذه التزكية أم لا؟ من المعروف، من المتسالم أنه نعم، لم يتركوا شيئا صلوات الله وسلامه عليهم إلا وأعطوا العلاج له، لأنهم خزان علم الله عز وجل، لأنهم مصابيح الدجى، لأنهم سفن النجاة. النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين يتحدث لنا عن هذه المضامين. أنا اليوم بدي منك أنت، بدي منك أنت أن نذهب سويا لنزكي أبداننا كما أمرنا في الإسلام الحنيف ومن فضائل هذا الإسلام المحمدي الأصيل. قال صلى الله عليه وعلى آله: ملعون كل مال لا يزكى، وملعون كل جسد لا يزكى، ولو في كل 40 يوما مرة. قيل له من جمع قد حضر أو من أحد قد حضر، قيل له: يا رسول الله، أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ قال صلى الله عليه وآله: أن يصاب بآفة. عجيب. يكمل: فتغيرت وجوه الذين سمعوا، يعني أن يصاب بآفة أن يمرض، أن يصاب بآفة أن يكون معوقا، يعني آفة من آفات الجسد تكون في المرض، في الإعاقة، في الابتلاءات العضوية. فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ يعني أنتوا عارفينين أنا شو قصدي. فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: إن الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة
ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة أو يشك الشوكة أو يشك الشوكة وما أشبه هذا، حتى ذكر صلى الله عليه وعلى آله في حديث اختلاج العين. يعني لا تروح الأمور فيكم إلى المرض الكلي، إلى المرض الخطير، إلى الإعاقة الكلية، لا، قد تكون زكاة الأبدان أن تشك الشوكة جسد المؤمن، وقد يكون من زكاة الأبدان أن يمرض مرضا عاديا، وقد يكون من زكاة الأبدان أن يخدش جسده، وقد يكون من زكاة الأبدان أن المرأة هو ويسير يعثر فيقع. فلكل ذلك حكمة ولكل ذلك مؤدى عند الله عز وجل. إنها زكاة أبدان عن الغلظة، وإنها تطهير الأبدان من القسوة والتهور. ليه؟ شو السبب؟ لما الإنسان بيمرض أيها المؤمنون يشعر بحالة رق وبحالة رحمة، ويعلم حقيقته ويعلم ضعفه ويعلم وهنه، ويعلم أنه ليس قويا بلا حول وقوة من الله عز وجل. فإذا علم ذلك وإذا عرف ذلك كان في مأمن من حبائل الخبيث اللعين الذي يدعو الإنسان ليغتر بقوته في سن الشباب وصحته، ليحفذه على مسألة المعاصي. كما أن الصادق عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال: تفصيل لهذه الحقيقة التي قلتها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله، قال: على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز وجل، بل على كل منبت شعر من شعرك، بل على كل لحظة من لحظاتك زكاة. فزكاة العين النظرة بالعبرة، والغض عن الشهوات وما يضاهيها، وزكاة الأذن استماع العلم والحكمة والقرآن وفوائد الدين. استماع العلم والحكمة والقرآن وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة، يعني مثل حكايتي أنا وياكم الآن، هذه زكاة الأذن، أن تسمع الكلمة فتتبع أحسنه، أن تسمع الموعظة فتتعظ منها، أن تسمع أحكام الله تعالى فتتعلمها. لكل شيء زكاة. وبالإعراض عما هو ضده أو ضده من الكذب والغيبة وأشباههما. ليه؟ لأن هذه هي زكاة الأذن. طيب، إمامنا الصادق عليه السلام يشير لنا في بعض جوانب جوارح الإنسان، من العين إلى الأذن إلى اللسان إلخ. أنت أيها المؤمن إذا أردت أن تزكي لسانك مثلا، عليك أن تنصح المسلمين وأن توقظ الغافلين وأن تكون كثير التسبيح والذكر وغير ذلك. أما زكاة اليد، البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ما ينتفع به المسلمون عامة. إذن علينا أيها المؤمنون أن نزكي جوارحنا من خلال ما ورد في مدرسة محمد وآل الطاهرين. علينا أن نكون ذا لب نتعظ من الموعظة، علينا أن نكون مع الآخرين واعظين عاملين بما نقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.